انا وفاروق دربنا اليوم في الصباح وان شاء الله اليوم مش نصور. برافو. يعني جاهزين عندكم لحن جاهزين الحمد لله. هنعمل ايه في الاغنيه يا صاحبتي؟ وحياتك انا ما اعرف والله ما عملت. انت عملت حاجه؟ جبتك يا ابو معين تعين ليتك يا ابو معين تنعان كلكم زي بعض. بصراحه ما عملتش اي حاجه لسه في اغنيه جالاكسي ولا حضرت اي حاجه ولا سمعتها ولا عملت اي حاجه في الحياه. طب انت اصلا عملت الاغنيه يا اللي عملت تتكلم وتقول لي اغنيه ايش جالاكسي؟ امال ايه؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. عملتها؟ والله عملتها انا وعزيز وهيثم. بدري وجوري وهيثم مخلصين فانتوا ولاد شاطره الصراحه يعني. شو عم تحكوا؟ ما يحكوا هذول يلعبوا سيرونا. نتكلم عن اغنيه جالاكسي. المليحتين لين دحين ما سووا ولا شيء. وانا عبره هلا انا زعلان انه ما نعمل شيء بعد. حتى انت معاهم ما عملت ولا شيء؟ ولا شيء. ما شاء الله. عشان تعرف بس ان انا مش لوحدي. فادي زينب بسمة وسالم ما حد فيهم كاتب ولا شيء ولا احد فيهم يعني عمل اي حاجه. صراحه انا استغربت منهم. انا عايز اقول لك على حاجه. عارف انت عارف انا حسيت دلوقتي ايه؟ ان احنا في فصل وكلكم عاملين الواجب الا احنا الاربعه. بالظبط. يا مسهل استرها معانا يا رب. كاشي كاشي. تنويه: آخر مهلة لتحدي جالكسي هي نهاية عمل هذا اليوم. متوترة جدا طبعا. مفيش وقت خلاص والأغنية بقى لها فترة معانا بس احنا ما كانش في وقت. بالظبط. عارفة أغني أوف. الحمد لله أموري طيبة أنا. يا خرابي يعني اليوم وأنا ما سويت شيء ولا حضرت. على فكرة اشتغلوا ويتعبوا و15 ألف مع سالم. ليش؟ لأن زين عماد قال سالم اللي راح ياخذها. الكيشي طبعاً كان جدي معانا فأنا شديت فاروق على تركينا معاش فما حتى كلام على الجانب. خاصة صافي غيكون واحد ضغط دابية حيث الكل بغي يسجل اليوم. في الظهر بالظهر أنا وياك غتبان يديك شوية دايرك بحالك أنت كتعزف في البيانو وأنا ظهري ماشي لقدام. يعني حتى لو بغيت نحط الورقة قدامي باش نقراه إذا أنا مش حافظ نقدر نقراه على خاطر. ولكن أرتيستيك نظلموها كي شوية وعندنا الضوء أحمر ضوء منار شنو ونبقاو تان تان تان. أنا معاك في هذه. فهمتي؟ هذه باش نعملوها 100 وغتكون زوينة. أما البيانو توا بحال هذاك اللي قلنا غادي نديروها في الأول نتاع التقسيمة ولكن احنا قسمنا بظهرنا. مقسومين. طب يا ولاد الشطرة ممكن تساعدوني؟ اللي عاوز مساعدة يتصل علينا بس. اجري يا بدر انت مش قلت احنا ثلاثة شوية هيطلبوا مننا. ليش كنا ماسكين نفس اللون؟ لا هيثم قال لي من غير حساب. هيثم طلبت من هيثم يساعدني عشان هيثم بيعزف جيتار فهو ممكن يظبط معايا التيم بتاعت اللحن اللي انا هطلعه. يا جماعة انتوا عارفين المشكلة في ايه؟ ان اللحن حلو انك تعمل لحن احلى دي صعبة. الله هذا الكلام اللي انا قلته اول ما هيثم قلت له اللحن مرة حلو صعب انك تعمل لحن حلو ثاني. فكرة مش في كده فكرة ان غناها دقيقة. ما ينفعش يكون طربي فاهم حاجة؟ اليوم عايش حياتي عاملة الصفحة إنجازات. حلو بس حزين زيادة صح؟ ما في تحطي لحن حزين والكلمات يعني فرحية شوية مكتو إنجازاتي ومدري أنت إنجازاتي ما تيجي. ممكن تساعديني بدل ما أنت قاعدة في وشي كده عمالة تعطليني وحاسة إن أنا غبية أكتر.